نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها: انطلاق الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي النشرة نستعرض أبرز محطاتها وضوابطها. اليوم انطلاق الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. تونس تحتضن بداية من اليوم شهر التونسيين بالخارج. وفي شؤون الشرق الأوسط، استشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم في رفح جنوب قطاع غزة. إلى مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله وأوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. انطلقت أمس الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 24 و2000 لتتوصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية. وفي بلاغ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها شرعت في رقابة الفضاء العام فيما يتعلق بالشأن الانتخابي. أستاذ القانون الدستوري محمد النيفر يتحدث عن محطات الفترة الانتخابية وضوابطها. تتميز هذه الفترة بوجود عدة محطات، أهمها إيداع الترشحات الانتخابات الرئاسية والبت في ساحتها، الحملة الانتخابية، يوم الصمت ويوم الاقتراع، والإعلان عن النتائج الأولية ثم النهائية للانتخابات. ما يشترط أثناءها تحجير الإشارة السياسي، وكذلك الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح، إلى جانب تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق الصحفية المتعلقة بها. في شأن آخر، أعلنت وزارة العدل أن كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية، وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية. وأضافت الوزارة أنه سيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 24 من جويليا الجاري الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 24 و2000. وسيتم خلال التظاهرة عرض مستجدات التوجيه الجامعي والإجابة عن استفسارات التلاميذ عن عملية التوجيه ومساليك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية. كهية مدير الإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي يضيف: كل جامعة باش تنظم أيام جهوية بداية من 15 جويلية حتى 24 جويلية، برزنامة بالتفاصيل موجودة في دليل التوجيه الجامعي. به الأيام الإعلامية هذه الشمال، دونك عندنا جامعة الزيتونة 16 و17، جامعة تونس نهار 16 جويلية، جامعة تونس المنار 15 و16 جويلية كذلك، جامعة منوبة نهار 16 جويلية، جامعة كارتاج 22 و23 و24 جويلية، جامعة جندوبة 16 و17 جويلية، ثم جامعة سوسة نهار 23 و24 جويلية، جامعة المنستير نهار 15 و16 جويلية، جامعة القيروان 15 و16 و22 جويلية، ثم جامعة صفاقس نهار 22 و23 جويلية، جامعة قابس نهار 16 و17 جويلية، وجامعة قفصة نهار 16 و17 جويلية. كما ستنتظم الأيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الجامعي أيام 18 و19 و20 من جويلية الحالية بمدينة العلوم بالعاصمة، كهية مدير الإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي. الأيام الوطنية إن شاء الله باش يكون فيها معرض فيه الجامعات الكل يحضروا معنا، باش إذا كان الطالب يحب يعرف المؤسسة اللي يحب يقرأ فيها، شنو الاختصاصات اللي فيها، شنو هي شروطها، شنو هي المتطلبات معناتها باش ينجح فيها. ثم كذلك يحضروا معنا حتى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي. ثم عندنا مجموعة من المحاضرات باش يلقيوهم لنا بطبيعة الحال أساتذة جامعيين يخصوا مجموعة من المجالات الدراسية، وينجموا بطبيعة الحال حاضرين معنا يقدموا لهم بأسئلة. كذلك عندنا لقاءات مباشرة، نجم كل طالب عنده استفسارات، فما لقاءات مباشرة مع المستشارين
الاخرين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ينجم يسالوا كيفاش نعمر، كيفاش نرتب اختياراتي، كيفاش نحسب سكوري الى اخره. وثم لقاءات مباشره كذلك السنه لاول مره مع اساتذه جامعيين في الاختصاصات هذيه، باش اذا كانت مترشح يحب يعرف مثلا في الهندسه شنو بالضبط الحاجه اللي لازمني نكون فيها قوي باش نجم ننجح في الهندسه، شنو الحاجه اللي لازمني نعرفها في المجال الفلاني، باش ينجم على الاقل يجمع معلومات تخص الاختصاصات. ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتوج، تحتضن تونس بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية 15 من أوت القادم تظاهرة شهر التونسيين بالخارج. التظاهرة تتضمن سلسلة من الفعاليات وستشهد تنظيم منتدى تونس العالمي يوم 23 من جويليا الجاري بحضور أكثر من 1500 مشارك وأكثر من 100 شركة ناشئة ومؤسسات وطنية ودولية. عضو جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين العش يضيف: نظموا مع تحالف العالمي للكفاءة التونسية شهر التونسيين بالخارج، باش يكونوا عندنا تظاهرات اللي نستفيدوا من وجود التجارة التونسية في تونس العطلة الصيفية، باش نستفيدوا منها، باش نتعرفوا عليها أكثر، وباش نربطوها بالواقع التونسي وبالشركات التونسية وعالم الأعمال في تونس. الشهر هذا مش تكون عدة أحداث، الحدث الأول إن شاء الله هو منتدى نسميوه تونيزيا جلوبال فورم، اللي هو منتدى تونس العالمي. هذا المنتدى هو منتدى أعمال بصفة أولى، باش يكون فيه تقريبا 1500 زائر، 100 شركة وستارت أب، شركة ناشئة اللي مش يجيو إن شاء الله مع حيث حاضنة الأعمال نتاعهم، باش يكون في عدد من الخبراء وعدد مرشدات العمل اللي باش نحكيو فيها على عدد مواضيع كيما الجالية، كيما التحول الطاقي والبيئي، كيما التكنولوجيا، كيما البحث العلمي. وفما عدد من الفعاليات مش نظموها في الجهات، يعني طول الشهر هذا في الحمامات، في الكاف، في سليانة، في ساقط، في جربة، في جابر، في توزر، في سوسة. بمشاركة أكثر من 7000 طفل، تنظم الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة التربية مخيمة صيفية في كامل أنحاء الجمهورية إلى موفى أوت المقبل. مدير المشاريع بالكشافة التونسية محمد أمين بن صالحة يتحدث: عندنا ثلاثة حاجات كبار برشا، نبدأ من جويلية إلى غاية نهاية أوت في المخيمات الصيفية في كامل أنحاء الجمهورية، يخيموا تحت الخيام وفي بعض المدارس بشراكة مع وزارة التربية، نجم يشاركوا فيها أكثر من 7000 طفل في كامل أنحاء الجمهورية. الحاجة الثانية نشاركوا في المؤتمر الكشفي العالمي اللي باش يقع في مصر في شهر سبتمبر، والحاجة الفخر نخلو به اللي فما قاعدة تونسية صغيرة في العمر هي اللي باش تكون على رأس المؤتمر هذايا، اللي هو يضم أكثر من 122 جمعية في العالم كل على المستوى الإقليمي والعربي، باش نحتضنوا جمبوري الكشفي للفتيات باش يقع في بورصة درية، باش يضم أكثر من 1300 فتاة من كامل أنحاء الجمهورية، كذلك من بعض الدول العربية وبعض المشاركات من الدول الأوروبية. عندنا برشا مشاريع ستطلق في المخيمات الصيفية. تنطلق اليوم الاثنين فعالية المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 31 ليتواصل حتى 15 من أوت القادم. مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية ليلى السالمي ومزيد من التفاصيل. التظاهرة هذه تشمل المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، تمس كل الفضاءات، نخرج من جدران المكتبات إلى الشواطئ، المنتزهات الترفيهية، الفضاءات العامة، المستشفيات، السجون، التجمعات السكانية، المنتزهات العائلية بصفة عامة، باش يوصل الكتاب للقارئ وهو في فترة هالاسترخاء هذه الصيفي. يتنظم البرنامج من طرف المكتبات العمومية الكل والمكتبات المتنقلة كذلك باش يوصلوا الكتاب لمختلف هالمناطق هذه، وبطبيعة فما برشا أنشطة تنطلق كلها من الكتاب، فيها أبعاد ترفيهية، أبعاد تربوية لكافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة إلى حدود 12 من جويليا الجاري 24506 مليون دينار، أي ما يعادل 111 يوم توريد وفق بيانات نشرها البنك المركزي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في
أخبار فلسطين المحتلة. وفي اليوم 83 بعد 200 من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، أعلن فجر اليوم عن استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك بعد مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس بحق نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 17 شهيدا و60 مصابا. بالتزامن مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بمدن وبلدات الضفة الغربية. وذكرت وسائل أعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية لاقتحام بلدة جمعين في نابلس بالضفة الغربية. في المقابل، أعلنت كتائب القسام أنها فجرت حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية في حي الشوكة برفح وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. سياسيا، نفت حركة حماس التقارير التي تحدثت عن انهيار المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين المتبقين بعد الهجمات الإسرائيلية التي حصدت الكثير من الأرواح يوم السبت في قطاع غزة. وقال نائب رئيس حركة حماس خليل الحية إن حماس لن تنزلق إلى ما يريده نتنياهو، مضيفا أن الوسطاء والمفاوضين الإسرائيليين شهدوا لمقترح حماس بالإيجابية. في الأثناء، نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن قادة الوفد الإسرائيلي المفاوضة وجهوا انتقادات لاذعة لنتنياهو في اجتماعهم به أمس. كما اتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل بأنها ليست لديها أي نية لإحلال السلام في قطاع غزة. بهذا الخبر مستمعينا متابعينا الكرام، نأتي لنهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. انطلاق الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي النشرة استعرضنا أبرز محطاتها وضوابطها. اليوم انطلاق الأيام الأعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. تونس تحتضن بداية من اليوم شهر التونسيين بالخارج. وفي شؤون الشرق الأوسط، استشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم في رفح جنوب قطاع غزة. أجمل تحيات كوثر عركوبي، إلى اللقاء.